عطوا شارة إذا عندي شيء. هنا شو السالفة؟ من جد ذا؟ هذا اللي بيبسط المجتمع زعل؟ حتى التمرة ما كملها. كنا زعل من جدة. هذا هو طب محافرة. ورجل وليس وفنان هادف ويحب الكوميديان. كنا أخذ الموضوع جدي وزعل. ليك هذا الإعلام علىها على شبه حفرة. ما يغلبني ما يحوم تسبيدي إلا الناس الحساسين. الله يعيننا عليهم. في اثنين يتشابهون، واحد اسمه دحوم عبد الرحمن إيه؟ والثاني اسمه عبد العزيز عزوز. توام ود الزايد، ود الزايد هم توام ود الزيد توام توام تشابهون إيه؟ ما بينهم ولا دقيقة ما شاء الله ما شاء الله. من انت بعارف من عبد الرحمن من عبد العزيز أبد؟ بسم الله عليهم ما شاء الله عليهم. من تبي بس منهم؟ كلهم. التوام التوام أنا بقول التوام عادين جو جو ما جو أجيب لك الخيزرانة مرباع أبشر الله الله. بس التوام 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 الزيدان زيدان زيدان ولا رونالدو آل زايد عبد الرحمن وعبد العزيز آل زايد. يبشر والله سرعة عجل عجل الله يرحم والديك. يبشر وين التوام؟ التوام وينهم؟ ما شاء الله والله توام حسبه يمزح. حياكم الله. الله يسامحكم يغربلكم وصختوا بشتي في ذا الموية عشان عندكم مغسلة في ذا القرية. والله نزل علي راعي البشت. حياكم الله. الله يعافيكم ويسلمك. ما شاء الله والله. اخلص علينا الزايد. توام والله توام تشابهون؟ اي والله ما عرفتهم صح؟ ابد. تعالوا بالله وقفوا في ذا. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالوا جزاك الله بخير. واحد يمين واحد يساري تعال وانا احبكم بالله ما تتخيلون. تعالوا يسار. بارك الله عمر. الله يسعدك شلونكم؟ الله يسلمك. انتم صراحه مره ما نفرق بينكم. ابد. كان يشاري لك تكات ابو عمودين ابو صدرين. حلو. ولا واحمر لابسين. لا وضحك وسلك لي. لا حلو والله. اصلك على جبهه. لا لا اضحكوا. اسمعني وانا اخوك هذا ملفاتكم مش تقدمون انتم؟ والله يا طويل العمر انا ويا اخوي من قبل يعني نقدم في مقدمات وان شاء الله بعد البرنامج دوتو. اي دوتو اثنين دوتو دوتو اثنين وننظم مهرجانات باذن الله. ما تسوون بارتيات حفلات وذي؟ لا لا بارتيات حفليات حفليات حفلات هي كلها بالانجليزي وبالعربي. ايوه هي يعني تنظيم حاجات حلو. اي زين. طيب انا وفي طال عمرك اللي هو ان شاء الله مشروع تجاري لي انا. مش مشروعك؟ ماركة ملابس باذن الله بما اني احب الملابس وبرضه عنده مشروع هو. انا عندي مشروع ان شاء الله مطعم فكرته ما قد حصلت السعوديه. اجل الله اما عليك انت. لا يعلم عشان ما يسرقونها. جاي تعلم انت المطاعم الشهيره اللي عندنا يا الشيف ريتشارد. توفيق. هي فكره حلوه ان شاء الله. اي والله حلو. اهم شيء المضمون. طب ودي ومن فيكم عبد العزيز؟ انا طال عمرك. ومن فيكم عبد الرحمن؟ واكيد الثاني. اكيد الله يا من كويس. صح صح. عبد العزيز انت؟ عبد العزيز؟ سم طال عمرك. انت مشروعك زين وواضح ولا في اي غيوب ولا غمام عشان اقول لك تبي تنذر اخوك؟ اي لازم. لا انت رح مبروك اوقع معك عقد. الله يبارك. اي بس اقعد في الكرسي الصغير ذاك. اقعد في الصغير الكرسي ذاك اقعد فيه. لحظة اي واحد. انت عبد العزيز؟ اي طبعا. مبروك بنوقع معك عقد. الله يبارك فيك. باقي انت عبد الرحمن. استريح استريح هنا. لف جسمك. شلونك؟ الله يسلمك. نزل رجلك. ورا ما تحطه في وجهي زين. لا لا محشم. حطه في وجهي. تكرم يا طويل. لا لا خليني احطه في وجهي. لا والله. حط وجهي. حط لا والله. طب انا احط وجهي في رجلك. لا والله لا والله. محشم طال عمرك. ها حطه بالله. يلا اطلع برا انا ما يعني ما نموقع مع عقد. انت نمونيه. اطلع يلا لو سمحت. حط رجلك على وجهي. تفضل برا خذ اخوك يلا. انت نمونيه وانت مبروك. ما نموقع معك عقد. تفضل. يحرجونك
ومن يحبي باتسيو.